السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتحدث عن صحابي آخر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا هو أبو الدحداح رضي الله عنه صاحب التجارة الرابحة. هو الصحابي الجليل أبو الدحداح ثابت بن الدحداح أو الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس حليف الأنصار، وأحد فرسان الإسلام، وأحد أتباع الأبرار المقتدين بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم والسائرين على نهجه البادلين في سبيل الله أنفسهم وأرواحهم وأموالهم. أسلم أبو الدحداح رضي الله عنه حين قدم مصعب بن عمير رضي الله عنه المدينة سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو أهلها إلى الإسلام، حيث كان ممن ناله شرف الدخول في الإسلام كما أسلمت أسرته كلها ومشوا في ركب الإيمان. وما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. انقسم الناس إزاء ثلاث أقسام: الفريق الأول هم اليهود، قالوا إن رب محتاج فقير إلينا ونحن أغنياء. والفرقة الثانية هي التي أثارت الشح والبخل وقدمت الرغبة في المال، فما أنفقت في سبيل الله ولا فكت أسير ولا أعانت أحدا تكاسلا عن الطاعة وركونا إلى هذه الدار. أما الفرقة الثالثة فحين سمعت الدعوة إلى الإنفاق بادرت بالمسارعة لبذل المال كأبي الدحداح رضي الله عنه وغيره. هؤلاء كثير لأنهم علموا أن ما عندهم ينفد وما عند الله باق، وتأكدوا بأن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية، والضيف مرتحل والعارية مؤداه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو الدحداح رضي الله عنه: يا رسول الله، أو أن الله يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني ليدك. قال: فناوله. قال: فإني أقرضت الله حائطا فيه 600 نخلة. وفي رواية لزيد بن أسلم رضي الله عنه قال: قال أبو الدحداح: فداك أبي وأمي يا رسول الله، إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض. قال: نعم، يريد أن يدخلكم الجنة به. قال: فإني أقرضت ربي قرضا يضمن لي به وليس بيتي معه الجنة. قال: نعم. قال: ناولني يدك. فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. قال: إن لي حديقتين، أحدهما بالسافلة والأخرى بالعالية، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل إحداهما لله والأخرى معيشة لك ولعيالك. قال: فاشهد يا رسول الله إني قد جعلت خيرهما لله تعالى وهو حائط فيه 600 نخلة. قال: إذن أيجزيك الله به الجنة؟ فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل، فناداها قائلا: خذي أولادك واخرجي من البستان، فقد أقرضته ربي. وأنشد يقول: هداك الله سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى الثناد، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لمن ولا أرتاد، إلا رجاء الضعف في المعاد، ارتحلي بالنفس والأولاد، والبر لا شك فخير زاد، قدمه المرء إلى المعاد.
فقالت أم الدحداح رضي الله عنها: ربح جيعك، بارك الله لك فيما اشتريت. ثم أجبته وأنشدت تقول: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح. قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهر والبلح، والعبد يسعى وله قد كدح، طول الليالي وعليه ما اجترح. ثم أقبلت أم الدحداح رضي الله عنها على صبيانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عدق رداح في الجنة لأبي الدحداح. كان أبو الدحداح رضي الله عنه مثالا فريدا في التضحية والفداء، فإنه لما كانت غزوة أحد أقبل أبو الدحداح رضي الله عنه والمسلمون أوزاع قد سقط في أيديهم، وسمع منادي المشركين يدعو يدعي قتل محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل يصوح: يا معشر الأنصار، إلي أنا ثابت بن الدحداح، قاتلوا عن دينكم فإن الله مظهركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار فجعل يحمل بمن معه من المسلمين، وقد وقفت له كتيبة خنشاء فيها رؤساؤهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب، فجعلوا يناوشونهم، وحمل عليه خالد بن الوليد الرمح فأنفده فوقع ميتا رضي الله عنه. واستشهد أبو الدحداح رضي الله عنه بذلك. أم الدحداح رضي الله عنها فاسترجعت وصبرت واحتسبت عند الله تعالى الذي لا يضع أجر من أحسن عملا. ونكون قد أقفلنا مشهدا موجزا عن حياة أحد صحابة رسول الله الدحداح رضي الله عنه. وإلى اللقاء في حلقة أخرى مع صحابي آخر جليل. أستودعكم الله الذي لا تدع ودائعه، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.